مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تضامنت كيم كارداشيان الجزائر الإعلامية نسيمة جعفر باي مع المغني ميستر آبي بعد تخليه عن منصب مكلف بالإعلام في مطار هواري بومدين. سلام ليكيب، جيسبر كو زالي بيان. نقدر نقول بلي سي ان كو دو كول، واش شفت الحملة الشرسة اللي صارت مع ميستر آبي؟ ماشي لا بروميير فوا صرا مع واحد ولا وحده بنت بلادنا انه يدي منصب والشعب يتهجم عليه كانه عدوه. حنا شعب ولينا نحبوا البراني ا سو بوين، اسكو حنا شعب ولينا ما نحبوش الخير لبعضنا؟ اسكو حنا ولينا ناس نستناو غير الواحد وقتاش يطيح؟ نو، حنا شعب مسلم، حنا جزائريين، حنا اوني سونسي نترافدو بيناتنا ونحبوا الخير لبعضنا. ما تقولوش انا غير كوزوتر، ما تصرالوش غير اللي تقدر تصرا لكم حتى ليكم. انا فريمون حيرني الهجوم اللي صرا بعد الاعلان المنصب ديالو. الله يهدينا ويحن القلوب ان شاء الله، ونتمنوا الخير لبعضنا في اي مجال كان. لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.